احنا الاطارات نتاع الجيش، احنا خدام نتاع الشعب، القراصنة نتاع الشعب. شعارنا الجيش ولا تتخذوا شعار باللي رانا خدام وقراصنة نتاع الشعب. ملا خديم الشعب وقرصون الشعب عمره ولا يسخن ويضيع مصلحة الشعب، عمره ولا يبرد ويضيع مصلحة الشعب، يسير حسب مصلحة الشعب. هذا هو جيشكم، وهذه هي بعبارة أخرى شعارات اللي اتخذها الجيش واللي باش ينفذها الجيش. على كل حال على كل حال كما ذكرت لكم المؤامرات راهي جارية يعني بواحد الكيفيات اللي خارقة العادة، وبصورة خاصة متوجهة للولاية السادسة الصحراء. لماذا متوجهة للولاية السادسة الصحراء؟ لأن الصحراء شكل أهم العناصر الحساسة بالنسبة لمجموع التراب الجزائري، سواء كانت في المساحة نتاعها، سواء كانت من الناحية السياسية، سواء كانت من الناحية المادية، سواء كانت من النواحي الأخرى. على هذا الأساس راهم كرسوا الجهود نتاعهم للفرنساويين، ووجهوا الأنظار نتاعهم، بالرغم اعترافهم القانوني الصريح أمام العالم، باللي الصحراء راهي جزء من التراب الجزائري، والصحراء راهي شعبها ينتخب كبقية الجهات الأخرى نتاع الجزائر. رغم هذا بصح راهي كاينة مؤامرة راهي تلعب، كاينة مؤامرة راهم قايمين بها بعض العملاء أمثال حمزة أبو بكر الفاشل وغيره، واللي راهو هرب حتى من الجزائر. لحد الآن ما زالوا يحاولوا المحاولات الراشية. من على كل حال قلت لكم هذا هو الغرض من الولاية السادسة، لأنهم متوجهينها على خطراه يعرفوا، عارفين البترول اللي راهي الريوق نتاعهم سايل عليه. هذه أولى. بالنسبة للموقع العسكري، التجارب نتاعهم الذرية اللي راهم دايرينها في رجال واللي راهم